قلت ان انت بتستخدم منشطات طبعا. مظبوط. ثواني، انت ليه بتنصح بالمنشطات للعيبه اللي لسه مبتدئه؟ ابدا عمري ما نصحت. بتخش على اليوتيوب وبتعمل فيديوهات بتتكلم عن المنشطات. مظبوط. وبتحسسهم انها سهله. لا ابدا. كلمني. السؤال سؤال محدد. ان انت بتخش تتكلم عن المنشطات على اليوتيوب وبتوجهها للبابليك. ان انت تقول انا باخد المنشط الفلاني، انا باخد المنشط باخده ازاي. انت قدوه. اوكي. فانا مش يعني مش بتجاج عليك، بس انا عايز افهم وجهه نظرك في ان انت تقول للعيبه على الاستخدامات والديزاين بتاعتك. انا بس بستغرب بصراحه ان انت بتقول حاجات سبيسيفيك قوي، يعني بتخش في الديتيلز ان انت بتعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا. ايه المغزى من الموضوع؟ هل عشان تلم لايكات على لا ابدا وتبقى سيبني اكمل سؤال، ان انت تبقى معروف ولامم يوتيوب وتبقى مميز؟ يعني انا معروف في المجال الاعلام بتاع اللعبه دي ان انا مميز، انا سيلتي دايما بتوقع ناس في مشاكل، فدايما مسميني الخبيث في النص، فانا بتميز في الحته دي. فهل انت حبيت تعمل ليك تميز على اليوتيوب وتجيب فولورز عن طريق ان انت تتكلم عن المنشطات، ولا انت اتكلمت عنها بناء عن ايه بس؟ اوكي، اتكلمت عنها بناء زي ما انت قلت. لو انا قدوه ومش كل واحد عنده الامكانيه ان هو يجيب كوتش ب $5,000 ويقول له كلام مظبوط. معظم الكلام عن المنشطات في مصر بكل احترامي غلط، وناس كتيره بتعمل حاجات غلط وبيعملوها anyway، سواء انا بقول لهم او ما بيعملوهاش. انا بعمل تقريبا بدون مبالغه اكتر من 80 برنامج في الشهر، ساعات 100 لو في الخصم. 90% من الناس دي مش ما بيخشوش بطولات، و 60 او 50% من المجموعه دي بياخدوا منشطات او خدوا اوريدي. بيبقى راجل محاسب او طبيب اسنان، لما انا بسال في الاستماره اللي ببعتها هل مستخدم منشطات، عامل كورس كذا وكذا وكذا وكذا. ولما انا ببعت له الكورس بتاعه الجديد بيبقى حاجه صغيره جدا طبعا. لدرجه ان هو بيسالني، والله انا بكلمك بجد، ده ايميل جالي من اسبوع فلسه فريش فاكره. كان واحد في قطر قال لي استاذي حبيبي شو هذا الكورس الضعيف، ايوه انا بدي اخذ ابر. قلت له انت مش محتاج كل ده. فواحد، ان انا بدي النصيحه للناس عشان على الاقل يعرفوا الصح من الغلط، بدل ما واحد يخش عشوائي يضرب في نفسه ويدمر نفسه. رقم اتنين، لو لاحظت انا بعملها بالعربي لان اللغه الانجليزيه اوريدي متوفره كتير معلومات عنها، العربي مش متوفر كتير. رقم ثلاثة، ماليش أي مكسب من الموضوع ده. أنت لسه أسألك، أنت بتجني إيه من الموضوع ده؟ مفيش، مش بجني أي حاجة. اليوتيوب أنت عندك قناة يوتيوب؟ تعرف السي بي اي؟ طبعًا. أوكي، ده اللي هو الريت بتاع الإعلان، بتاخد كام عليه؟ بالظبط، اللي هو الأدسنس والحاجات دي. الأدسنس. لما أنا بعمل فيديوهات بالعربي حضرتك باخد 40 سنت سي بي اي، ده الريت. يعني ما بطلعليش مثلًا بكام، 200 300 دولار اللي هم ما يكملوش أصلًا يعني. Nothing. يعني. والادسنس بيقول لي الجزء بتاع الانجليزي $5. يعني لو والجزء قد ايه؟ 0.5% 1%. انا فيديوهاتي كلها عربي، فتخيل لو كان 100%. انت اضرب ال 40 سنت ده في كام؟ في كتير طبعا، في 12. يعني المورجج بتاع بيتي هيكون مدفوع من اليوتيوب. صح. فرقم ثلاثة، ما بستفدش اي حاجه غير ان انا بنفع بس الناس الغلابه اللي ما فيش هيجيبوا معلومات منين. رقم اخر نقطه، بوريهم الموضوع صعب ومعقد ازاي، ان انا بدي نفسي كمثل. ايوه. فان انا لما بقول لواحد باخد جرعه كذا وكذا 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 عشان اوصل للمستوى ده، فساعتها هو هيكون اوه انا لازم اعمل كل ده عشان اوصل لده. فعلى الاقل بديله سكند شانس ان هو يفكر هل انت ده بجد هو اللي انت عاوزه او لا، ولا لا. لكن هو ده اللي انت عاوزه، يبقى هتضطر تعمل كل ده. ولو لاحظت في الفيديوهات انا بوري كميه التحاليل اللي بعملها، كميه السبلمنتس اللي بتعارض الاعراض الجانبيه السلبيه بتاعت الهرمونات. في ناس فهمت الموقف ده غلط تماما. في ناس لا فهمته بالمنظره،
يعني هو الدره بيورينا امكانياته الماديه عامله ازاي، فبيورينا ان هو بيعمل تحاليل وبيورينا في ناس فهمت الجانب ده صح، اللي هو بيورينا ان لازم كل حاجه تمشي اندر كنترول وان تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. انا عاوز اقول لكم حاجه، التحاليل دي كلها في كندا ببلاش. فانت بالنسبه للي بيقول ان المنظره فهي غير مكلفه، غير ما فيش، انا ما بدفعش الدولار في كندا الحرق، الدكاتره اللي بشوفها ما بدفعش دولار واحد، فمش منظره خالص يعني. اما بالنسبه للمكملات مش لازم تبقى غاليه خالص، لو انت عارف تعمل شوبينج فين ان انا او تبقى عارف احتياجاتك، لان في ناس بتستخدم سبلمنتس بكميات كتيره وهم مش محتاجينها. دي حقيقه دي كمان. يعني انا لما بقول كميه السبلمنتس اللي محتاجها ليا انا بالظبط، واحد داخل مستر اولمبيا، لو انت داخل بطوله الجامعات وبتاخد حاجتين او ثلاثه كومباوند، مش محتاج كل كميه السبلمنتس دي. صح صح. فانا بوري الموضوع قد ايه، اللي هو انت هتضطر تصرف اكتر كل ما تتقدم في اللعبه. بالظبط، لان كل مرحله بيبقى ليها شكل معين، بيبقى ليها اسلوب معين في الاكل والتمرين والسبلمنتس حتى في السترويدز كمان. بالظبط كده. طيب انا مش عايز اطول عليك قوي، بس في نفس الوقت انا عايز اخد منك اكتر يعني ما يحب يسمعه الناس عن الدكتور. اتفضل. اولمبيا احنا بيفصلنا ما بيننا وما بين اولمبيا هو يوم. وانت حتى نازل تعمل اللي هو الميت اند جريتس، اللي هو الناس هتقابلك دلوقتي وتصوروا معاك وكده، ده بالنسبه لك يعني ايه ان الناس هتجي لك المحبين، ويعني لك ايه ان انت تقف بكره على المسرح اللي بيهز العالم كله في ال 212؟ والسؤال الافرص لكل ده، انت شايف فيليكس لويس ازاي؟ اوكي، السؤال الاول والتاني هرد عليه في اجابه واحده. اتفضل. بالنسبه لي الموضوع بحساس شويه فيه. انا نفسي تبكي. لا لا. انا عايزك تنفجر يعني. بس يعني في فانكوفر لما شفت كميه العرب اللي جم، هي دي يعني بالنسبه لي اكتر. ان اعرف اسعد ناس بالشكل ده من ان انا اقف على الاولمبيا. فانا بالنسبه لي ان انا اعرف اعمل انسبيريشن لغيري، او ادي امل لاي واحد عربي تاني، او اي مش شرط عربي، اي حد تاني، ده بالنسبه لي هي الكبيره من ان انا اقف على المسرح. انا بالنسبه لي الاولمبيا بطوله تانية. It's just another show، بطوله تانية اصعب شويه. بس ان انا في الميت اند جريت وفي فانكوفر لما تبقى ناس مستنياني بره، صالح بدا اشتراكه بس عشان عاوز يقابلني. كان واخد بروجرام وقال لي ممكن الواتساب بتاعك، قلت له مش انكلودد. فقال لي طب انا عاوز اجدد اخد الواتساب. لما عمل اشتراك طبعا بقينا نتكلم. ساعتها بقى جه قال لي ممكن اقابلك في فانكوفر، قلت له هتسافر يعني؟ قال لي انا بس هسافر واجي لك. فعلا سافر وجي. فانا دي بالنسبه لي هي المكسب يعني، مش ان انا اقف على المسرح الاولمبي. السؤال الاصعب، شايف فيليكس لويس ازاي؟ فليكس لويس مفيش بطل محترم زيه. فليكس لويس قابلته في تورونتو لاول مره في حياتي باك ستيج، وكان وانا من نوع يعني غير الاونلاين في مواقف معينه ببقى خجول، مش خجول بس بتحافظ على مكانتك طبعا يعني. لا لا مش كده، بحترم الخصوصيه بتاعت الناس. هو طبعا فليكس لويس، فانا ما كنتش عاوز اروح اكلمه ولا حتى اسلم عليه عشان الغرض ده، مش عاوز اضايقه. المدرب بتاعي لي محمود روح كلمه، بس ما انا سأل لي يا اخي روح خد صوره معاه. قلت له طيب. رحت خدت صوره معاه، سلمت عليه، قال لي على فكره انا شفت اللي انت عملته في نيويورك واللي انت عملته النهارده. قال لي ناس كثيره بتتكلم عنك. قال لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ قلت له الحمد لله مبسوط، وانا دلوقتي خلاص هوقف يعني السنه دي وهكمل السنه الجايه. قال لي لا 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 لا، اللي انت بتقوله ده. قال لي لازم تكمل. قلت له لا لا، انا شغال دايت من 2017 فبراير عشان احترف في اكتوبر، وكان عندي شهر شهرين اريح وكملت تجهيز لنيويورك برو. فقلت له حياتك، انا بقالي دايت سنه ونص. قال لي دره، الناس بتتكلم عنك، اضرب لما السيف حامي. قال لي انت البطوله اللي جايه امتى؟ قلت له كمان شهر في فانكوفر. قال لي خد 3 4 ايام رايح، خش البطوله دي، اسمها اللي انا بقول لك عليه، يو نيفر نو. قال لي ما تعرفش حياتك تتغير ازاي،
بس انا بقول لك خشها. كلمت مع مراتي شويه، كلمت مع المدرب بتاعي، تعبان جدا مش قادر، المهم كله اقنعني اعملها. عملتها، كسبت رايح الاولمبيا. رايح اولمبيا بسببه. وهتنافسه. ولسه عامل، خشوا يا جماعه على الانستجرام ستوري، لسه عامل فيديو معاه وبقول له انا هنافسك بسببك انت. فيعني طبعا ده الشامبيون الحقيقي. التوقع بالنسبه لك على فكره ما تحصلش من فيلكيس اللي انت قلته ده. نو كومنت. بس انت هتنافسه، انت شايف تقدر تعمل مركز فين على اولمبيا في وسط الصراع ده؟ هو اصلا ده صراع رهيب. مش انا اللي أرد. انا بص، انا ممكن اقول لك، ممكن اشوف حد تاني ممكن ياخد مركز كان، بس ما اقدرش اقول على نفسي. لان انا ما اعرفش انا شكلي عامل ازاي. المدرب بتاعي ممكن يديك راي احسن. انت ممكن تدي راي احسن. انت شايف انا ممكن اعمل ايه بكره؟ هتزعل مني؟ لا خالص. انا متوقع لك ان انت هتخش في التوب 6 ويا خامس يا سادس. انت رفعت الاكسبكتيشنز قوي. لا والله. والله. لا ان شاء الله. ده انا بقول يعني انا توب 10 وهبقى مبسوط جدا. لا باذن الله. لسبب هقول لك ليه انا قلت كده. العمليه مش عمليه عضلات بس، العمليه عمليه تسميع اسم. بام بام بام، في 3 4 اجراز رنوا ورا بعض في كذا بطوله. فالعين ابتدت تبص. فممكن يبقى التشانسز كبيره قوي ان انت تخش توب 6 وتنافس من السادس للخامس باذن الله. لو هتقولي هبقى مبسوط كايه، دي اول اولمبيا ليا. ونفس الحديث حصل بالظبط ما بيني وما بين المدرب بتاعي وانا داخل نيويورك. قلنا مع بعض لو جبنا توب 10 دي اول بطوله محترفه هنبقى مبسوطين. طلعت برابع، فما تعرفش ربنا كاتب لك ايه. طب لو الدره طلع اولمبيا وديسكواليفايد، خرجت من التوب 10؟ مفيش اي مشاكل. مش هيأثر عليك؟ لا نهائي. لا. انت عارف ايه اللي هيحصل؟ هروح اكل سندوتش بعديها وهبقى مبسوط جدا. ايه الجامد اهو؟ قول لي. تعال عايز اكل. محمود بيعمل ايه؟ ده والد الدره، اسمعوا بيعمل ايه؟ محمود بيفكر وبيدرس وحيرجع جامد قوي 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 ان شاء الله. يا دره دره قول لي احساسك وانت على مسرح اولمبيا، انجز بسرعه. خوف وايه اللي انا بعمله هنا ده؟ وبس ان شاء الله هنيجي السنه الجايه، وانتوا عارفين السيستم، يعني نخسر ونكسب تاني ونفس حاجه. صح كده.